في الجبهة الغربية من مدينة تعز يستعد هؤلاء المقاتلون لمعركة ليست بسهلة رغم الترسانة العسكرية التي تمتلكها ميليشيا الحوثي وقوة المخلوع صالح، إلا أن أخذ استراحة محارب أصبحت أمرا مهما لخوض هذه المعركة غرب المدينة وتأمين الخط الرئيسي وكسر الحصار الذي أعادته الميليشيا من جديد خلال المعارك الأخيرة. هنا يبدو التقدم لمقاتلي المقاومة الشعبية صوب حدائق صالح في جبهة الضباب ممكنا، وهو ما يحدث في رحلة محفوفة بالمخاطر لتحريرها من تجمعات الميليشيا. ينتشر العشرات من أفراد المقاومة الشعبية بأسلحتهم الخفيفة في محيط جبل إلهان القريب من حدائق صالح والتي تتمركز فيها تجمعات وآليات الميليشيا والمخلوع. وكالمعتاد حضور التحالف العربي في ضرب الميليشيا مستمر إلى جانب المقاومة، حيث شنت الطائرات غارات عدة على حدائق صالح ومواقع أخرى. هكذا تبدو تفاصيل المواجهات في جبهة الضباب. الميليشيا تحاول التقدم تجاه المدينة في الوقت الذي أفشرت المقاومة ذلك التقدم وتسعى لدحرها من كل المواقع الغربية.